بالفعل نحن في هذا المجلس اجتمعنا مرات عديدة وكثيرة ووضعنا مشروعا يقوم إلى تنمية مجالات عديدة بتراب العلاقة المحمدية وبالخصوص المجال القروي كما يشير إليه القانون التنظيمي لمجالس العمالات والأقاليم. فنحن بصدد إعلان على برنامج تنمية لتراب العمالة المحمدية. كما يعلم الجميع هناك مخطط تنموي جهوي تشتغل عليه عدد من فاعلين بالنسبة لجهة الدار البيضاء سطات. فأعتقد أنه في المحطة الأخيرة ديالو واللي غادي يعرف النور السنة المقبلة والسنوات الآتية إن شاء الله. ومن خلال هذا البرنامج الجهوي نحن نشتغل كذلك فيما يخص تراب العمالة المحمدية لإعداد هذا برنامج تنمية العمالة المحمدية بتنسيق مع الجهة وبتنسيق كذلك مع جماعات ترابية بتراب العمالة المحمدية. فهذا البرنامج يخص بالدرجة الأولى التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية لعمالة المحمدية. فنحن بصدد دراسة هذا البرنامج الذي يرتكز الدرجة الأولى على فلسفة تقديم الخدمات للمواطن. كذلك في هذا الباب خصينا في ميزانية 2017 فصول تهدف إلى هذا المبدأ الذي نادى به صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله أثناء افتتاح هذه الدورة التشريعية. فالبرنامج كما قلت يخص أربعة المرتكزات: الأولى خدمة المواطن، ثانيا محافظة على البيئة، ثالثا يعني ولوج جميع المواطنين الخدمات بأريحية وب يعني بكامل استقبال لائق للمواطنين. كما كذلك يخص بالمرتكز الأخير وهو المحافظة على البيئة. فهذه المرتكزات تفرعت منها واحد العدد ديال المجالات اللي هي تخص الدرجة الأولى الشباب والمرأة وجميع شرائح المجتمع للمساهمة والمشاركة ديال الجميع من أجل صيانة المكتسب اللي هو الأمن والأمان، وكذلك من أجل الحرص على مناعة الوطن من جميع المطامع السيئة لبلادنا. هذا كله يهدف لهذا الغرض، لأنه كلما كانت هناك آليات و يعني ظروف ملائمة تشكل واحد الحرص وواحد سلاح قوي للمساهمة والمشاركة في البناء كذلك الديمقراطي لبلادنا والبناء ديال المناعة بشكل عام. طيب،